السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا. في استعراض جديد وشرح جديد لحجب الإعلانات من جميع التطبيقات فيما عدا اليوتيوب. بكرر، جميع التطبيقات فيما عدا اليوتيوب. الشرح اللي هنعمل اليوم طبعا مش رح يأثر نهائيا بإذن الله لا على الاتصال مع الواي فاي أو على الموبيل داتا، على البيانات الخليوية يعني، وبنفس الوقت مش رح يأثر على سرعة الانترنت بإذن الله، لأنه ما رح يتم استخدام أي ملفات VPN. هو رح يتم استخدام خاصية VPN في الآيفون، ولكن بدون أي ملفات تعريف للVPN، يعني العملية رح تكون كلها بدون VPN عمليا. طبعا رح نستخدم في الشرح تطبيق اسمه Lockdown. طبعا في التطبيق هو نفسه رح نستخدم مجموعة روابط رح نضيفها لإله، بحيث أنه تحجب لنا جميع الإعدادات من جميع الإعلانات من جميع التطبيقات فيما عدا اليوتيوب زي ما حكيت. بنروح إلى التطبيق. صفحتي 4 مساء 9 صفح صف صف صفحتي 8 مساء صفحتي صف لوك داون. هذا هو التطبيق، اسمه لوك داون. لوك داون. أول ما نفتح التطبيق A simple, powerful lockdown. لغاية ما نوصل إلى A simple over. Get started. إلى get started. نضغط عليها. Menu button. Zero. طيب. عندي هنا المنيو button. نسحب. Lockdown. Firewall. يتعذر نطق. Firewall. التطبيق طبعا فيه خانتين. الخانة العليا اللي هي Firewall. الخانة التحتانية هي VPN، واللي مش رح نستخدمها نهائيا لأن هذه بفلوس مش مجانية. رح نستخدمه احنا فقط الفايروول، اللي هو باللغة العربية يعتبر جدار الحماية، ومن خلاله رح نحجب جميع الإعلانات من جميع التطبيقات زي ما حكيت فيما عدا اليوتيوب. نسحب. يتعذر انتقح. زر. Block trackers and tap this label that's firewall off. Firewall off. مش رح نعمل on هسا. رح لازم أول شيء نضبط الإعدادات والروابط. Today. طبعا رح أسيب جميع الروابط بإذن الله اللي رح نستخدمها كلياتها في وصف الفيديو بإذن الله. This week, all time, صفر. Welcome to the lockdown, صفر, صفر. View log, block list. بنسحب لغاية نوصل عند block list، بنضغط عليها. Block list. طبعا في الواجهة العربية أحيانا ما بتجاوبش معنا الزر هذا مباشرة، لازم نحاول نضغط عليه عدة مرات لغاية ما يفتح معنا. Block list, block list. Block list. View tunnel off. View tunnel tap. Look list let private browsing hide. على secure top block list. View lock block list. Zip block list. نرجع نضغط عليها الثاني. Block list. View block list. معنا زي ما حكيت أنا المشكلة إنه في الواجهة العربية لما يكون الجهاز باللغة العربية الزر الخانة هذه بتفتحش بسرعة. Block list. لو في حال ما فتحتش لا. Configure blocking. زي ما حكيت لازم نضغط عليه عدة مرات لغاية ما يفتح معنا القائمة هذه. عندنا أول حاجة Configure blocking. Configure blocking. نسحب. Save. Block all your app your settings. Block all your apps from connecting to the domains and sites below. For your convenience, Lockdown also has pre-configured suggestions. طبعا هنا Your settings. صحيح your settings اللي هي إعداداتك الخاصة. Add domain. وفعلا add domain هاي رح نخليها Google.com. أول حاجة نسحب. Pre-configured suggestions. Clickbait. Not blocked. عندنا هذه أول واحدة not blocked. بنضغط عليها. Clickbait. Save. Blocking. زر أدب. Domains. زر أدب ديل. متوقف. متوقف نضغط عليها. تشغيل. نعمل تشغيل وبنسحب العكس. Blocking. Save. Click. Save. نضغط على save. Clickbait. Blocked. هسه صارت عندنا blocked يعني تم حظرها. نسحب. Crypto mining blocked. هذه تشغيل تلقائيا. Email trackers بيتا not blocked. هذه not blocked نعملها كمان تشغيل. Email track save block زر تبديل متوقف تشغيل. نعمل تشغيل. Block save زر. Email trackers. نسحب اللي بعدها. بيتا. Facebook apps. عندنا فيسبوك not blocked. Not blocked هاي نتركها not blocked لأنه لو شغلناها راح يكون في عنا تأخير بالماسنجر بتحديث الأصدقاء وكذا. في حال لما دخلنا عليه راح تلاقي دائما قائمة جهات الاتصال زي ما هي ما تتغير، فهذا الخيار احنا نتركه. توقيف. Facebook trackers blocked. هذا تشغيل نتركه تشغيل.
Game ads not blocked. الجيم ادز هذه كمان لو في عندنا احنا هنا تطبيقات جيم وكذا بيطلع فيها برضو اعلانات عشان نوقفها بنضغط عليها برضو بنعمل تشغيل. Game say blocking any زر التبديل متوقف تشغيل. نعمل تشغيل. Blocked save. نضغط على save. Game ads blocked. هسه blocked يعني اصبحت محاصرة. Marketing. الماركتنج not blocked. هذه كمان نعمل تشغيل. ST set TMS fly marked save blocking and زر التبديل متوقف نعمل تشغيل blocking save نضغط على save marketing beta blocked هذا تشغيل blocked marketing trackers blocked هذا تشغيل ransomware not blocked الرانسوموير لازم نعمل تشغيل ransomware أي save اي برامج خبيثه تدخل على الجهاز او لو دخلنا على اي رابط ممكن يكون فيه مشاكل بيعمل لنا محاصره له بشكل مباشر بحيث ما يطار جهازنا لاي مشاكل من هاكر او غيره blocking enabled زر التبديل متوقف متوقف نعمل تشغيل blocked save زر ransomware blocked هسه اصبح التشغيل snapchat trackers not blocked السناب شات برضه بنعمل تشغيل block زر domains زر التبديل متوقف نعمل تشغيل blocking save زر snapchat track snapchat trackers خيار عندنا هنا هسه بنرجع للبداية configure block save block all your settings add domain عندنا هنا add domain google.com إضافة نضغط عليها حقل النصي جارية تحرير add domain وراح نضيف هسه احنا ايش الروابط اللي بنحتاج عشان نلغي جميع الاعلانات ان شاء الله طبعا زي ما حكيت راح اترك الروابط جميعها في وصف الفيديو باذن الله بنروح اول شغله على الروابط مجلد اي بروجرامز يوتيوب مجلد اتق الخرائط الملاحظات الملاحظات باك اب كود ابل اي دي الملاحظات 29 المجلدات زر المجلدات زر الرجوع المزيد بحث المجلد اي كلاود عنوان كل اي كلاود اي كلاود عنوان كل اي كلاود ابل اي جوجلز جي دبليو اثنان شرطة مائلة خمسة شرطة مائلة ملاحظة جوجلز جي دبليو الروابط الاجراء اتم احرف الاجراء احرف كلمات اسطر ستاتس جي جوجل تاكس جوجلز جي Googlets G double click dot net. تم النسكس. Googlets G. الرابط أخذناه بنروح هسه على. مبد الملاح lockdown. على التطبيق. Lockdown. الملاحظات نشط. Clickbait block I. حقل النصي جارية تحرير. Add نقطة الخط اليدوي تحرير لصق. Googlets G double click net. طبعا هذا أول رابط نضغط هنا على الكيبورد على الدن. Done. Googlets marketing. Beta. نرجع مرة تانية. Googlets G double click dot your settings. Your settings هنا. Googlets G double click dot net. احنا ضفنا مش الحال. Add domain. نيجي على المرخانة تانية. مرة تانية على domain. على الدومين نضغط عليها تاني ونفتح حقل النصي. حقل النصي. جارية التحرير. Add domain. التاني. الملاحظات. كل اي بلود. ملاحظة. Googlets G. الاجراء. احرف. كلمات. اسطر. I click stat Googlets G. هذا أول واحد خلص. Googlets G Google Tag Services dot com. هذا. تم النسكس. Googlets lockdown. حقل النصي جارية التحرير. الخط اليد تحرير. لصق. Google Tag Service done. Googlets G double click dot net. هذا صار عنا رابط. Block your settings. Block your settings. Your settings. Googlets G double click dot net. Google Tag Services dot com add domain. لازم نضغط على add domain حقل النصي جارية عشان نأخذ الرابط الثالث. الملاحظات ملاحظة. I click G double click. أحرف كلمات أسطر. Stats Googlets G Googlets Google Tag Stats G double click dot net. تم النسكس. Stats G Googlets lockdown. حقل النصي جاز الخط اليد تحرير لصق. Stats G double click net done. نضغط done. Googlets G double click dot net. Your settings. Googlets G Google Tags Stats G double add domain. نرجع مرة ثانية add domain ونضغط Google. عليها. حقل النصي جارية التحرير. نأخذ الرابط الرابع. الملاحظات كل ملاحظة خذ الأجراء أحرف كلمات أسطر.
I'd click stat Google tag stats G. I'd click G now click dot net. تم النسكس. I'd click. طبعا هذا الرابع. كل iCloud زر الرجوع. خلوي اثنان مت. Lockdown. حقل النصي جاري تحرير اللغة تحرير الصق. I'd click G now click net done. نضغط على done. Done. بنتأكد إنه صار عندنا الأربع روابط موجودين. Google it. I'd click G. Your settings. Your settings. من بعد منها مباشرة. I'd click G. Now click dot net. هذا واحد. Google it's G. Double click. Google Tag Service. Stats G. Double click dot net. Add domain. أصبح هيك عندنا الأربع روابط موجودات. نسحب العكس لغاية ما نوصل لعند. I'd click G. Your set. Block save. Config save. Save. نضغط عليها. Lockdown. Menu button. زر. Secure tunnel. هسا بنسحب لغاية ما نوصل عند علامة السؤال. زر. Menu lockdown. Fire. يتعذر انتقع. Block trackers and ads for free. Tap this button to activate a label that says tap to firewall off. موجودة هنا firewall off. بنضغط على. A label. Tap this button to activate firewall. نضغط عليها. Cancel. زر. زي ما احنا شايفين ضغط عليها. Firewall, world's simplest privacy policy. Lockdown firewall is. بعد ما نضغط على علامة مننا الأجري اللي هي الموافقة على الشروط. I agree privacy policy. I agree to the privacy policy. زر. الموافقة على الخصوصية والخدمة يعني. Continue. بعد من عندنا continue. نضغط عليها. تنبيه. يرغب lockdown في إضافة تكوينات. VPN. طبعا هي راح يضيف التكوينات اللي احنا اضفناها هسه على الاربع روابط اظن لازم يضيفهم على الفي بي ان الموجود خانه الفي بي ان في الايفون علشان يمنع جميع الاعلانات من الوصول الى الايفون لازم نقول يرغب لوك داون قد تتم السماح زر نضغط على السماح فشل رمز الدخول تم ادخال الخط اليدوي احرف كلمات الخط اليد احرف كبيره الارقام علامة الارقام تم ادخال صفر قيمة من ستة. لم يتم التعرف عليها. Private browsing lockdown. طبعا firewall activated. اللي عملته انا دخلت رمز الدخول تبع الايفون لما تضغط على موافق. ويطلب منك رمز الدخول تبع الايفون وتحطه فبتتم عملية trackers, ads, and other malicious تفعيل اللوك داون firewall activated firewall activated زي ما احنا شايفين fire trackers skip trial بعد منها بيطلع لنا النافذة هذه لازم نضغط على skip trial skip trial ليش سكيب ترايل؟ لأنه احنا استخدمنا فقط الخانة المجانية من التطبيق الخانة الثانية اللي هي VPN هذيك مدفوعة ما لناش فيها بنضغط على سكيب ترايل منيو بوتن نسحب راح نلاقي عندنا يتعذر انتقع زر بلوك تراكرز ان تاب ذس بوتن تو فايروول اون فايروول از اون هسه عندنا التطبيق اصبح شغال وبنحجبت عندنا جميع الاعلانات من جميع التطبيقات بدون استثناء كافة التطبيقات بالإضافة إلى تطبيقات عن الجيمز وما الجيمز الأمور هذه حتى في السفاري معظم المواقع المخش عليها برضو أغلب الإعلانات بتيجي فيها رح يتم معناها بإذن الله فهذا بشكل بسيط وسهل وبدون أي مشاكل مع الإنترنت إن شاء الله وبدون أي مشاكل في سرعة الإنترنت يعني رح نبقى عندنا شغلة واحدة بس عشان مبدل التطبيق lockdown الاعدادات نشط الملاحظات نشط الاجراءات simple mic الاعدادات الاعدادات بس حاجة سريعة قبل ما نغلق عندنا هنا مثلا Luna. المزيد من عام زر VPN نسحب. عنوان مساح تحديث التطبيقات في الاعدادات زر الرجوع عام هولا زر odd non bell نمط white blue خلو نقطة VPN تم الاتصال تم الاتصال نضغط عليها تكوينات VPN الحالة تم الاتصال تم الاتصال سيقوم لوكدا Bitoffender سيقوم لوكدا Configuration بالاتصال حسب طلب حسب الطلب حطه
Bitdefender. المزيد من تم الاختيار Lockdown Configure المزيد من المعلومات. المزيد من المعلومات. أنوع Lockdown. بس بحب انوع على حاجة هنا، لو ما راح نستخدم أي حاجة أي في بي إن آخر أي تطبيقات في بي إن وكذا، المفروض يكون عندنا هذا التطبيق بشكل دائم موجود على عنوان وقت لتكوين الإعدادات الاتصال حسب طلب تشغيل. الاتصال حسب الطلب ما لازم تبقى تشغيل، ما نعملهاش إيقاف، لأنه لو عملناها إيقاف لو كنا احنا على انترنت مثلا على الواي فاي وطلعنا ورحنا وصلنا على البيانات الخليوية، التطبيق مش راح يشتغل، لازم نشغله يدوي. او اذا كنا على واي فاي وانتقلنا الى واي فاي اخر برضو مش راح يتصل، لازم نعمل له اتصال يدوي. فاحنا بنخليه بشكل دائم اللي هي اتصال حسب طلب تشغيل. بس انا صراحة اوقفه بس علشان افرجيكم حاجة. حذف ال فيب اتصال حسب طلب متوقف. متوقف. طيب تكوينات في بي ان، افرجيكم انه التطبيق اللي احنا اللي عملناه كلياته ما لهش علاقه بالفي بي ان، بمعنى في بي ان ملفات الفي بي ان يعني اضافه كل اللي عملناه فقط انه عملنا اضافه روابط معينه الى القناه الخاصه بالانترنت في الايفون بحيث انه يمنع منها الاعلانات. هسه لو دخلنا مثلا هنا المزيد من تم الاختيار لوك داون المزيد لونا اختار مثلا لونا الاجراءات المتوفره اضافه تكوين المزيد من لونا ضغط عليها. تم الاختيار اخترت لونا لوك داون كونفيجر بيتفندر الحاله تكوين الحاله غير متصل غير متصل. ماشي لو ضغطت عليها اصبح متصل. لو لمست على البطاريه تشغيل في بي ان عنصر الشريط 4G لقينا انه مكان البطاريه قال لنا في بي ان، طبعا هي بتظل ثواني بعدين بتروح. ماشي لو الحاله تم الاتصال عملنا تغيير بسيط المزيد اخترنا Lockdown بدل لونا اخترنا لوك داون اللي احنا هسه عملنا له اعدادات وظبطناه. تم الاختيار المزيد بيتفندر الحاله غير متصل وضغطنا عليها اصبح متصل. طاقه البطاريه 75% لا يتم شحن عنصر الشريط الحالة. شايفين ما حكينا انه في بي ان ولا حاجه، فبالتالي احنا مش عم نستخدم في بي ان نهائيا، وهذا حاجه الحلوه بالتطبيق وبالروابط اللي حطيناها، احنا ما راح يكون عندنا مشاكل في الاتصال مع الواي فاي ولا مع البيانات الخلويه باذن الله. وان شاء الله تكون شرح مفيد للجميع، واسف للاطاله.